هذه المرحلة قواتنا تقدمت وحررت جزء من مدينة الرقة، وخاصة المناطق التي تحيط بالرقة محررة الآن بشكل كامل، إذا كان من شمالها وجنوبها وشرقها. قواتنا من جنوب النهر عبرت الرقة، بمقدور ما استطعنا القول بأن الرقة محاصرة من كل النواحي. وقوات بشكل خاص نستطيع أن نقول بأن المعارك ضمن المدينة مستمرة حتى الآن، واستطاعت قواتنا التقدم وتحرير ما يقارب نصف المدينة القديمة من الرق، والتي تعتبر قلب المدينة.